أنا اسمي علا عبد الصبور. هشام خلفنا ولد وبنت زي القمر، انتي ربنا يخليها لي. موجودة طبعا، هتروح فين؟ موجودة مامتي حبيبتي، مبسوطة جدا جدا. ما تسوق أسرع شوية من كده يا هشام، يعني عادي يعني مش أنا مش ستريسد زيك. كله تحت السيطرة. فين طموحك يا علا؟ انتي اخترتي الكارير وأنا اخترت البيت. طبعا في المنغصات العادية بتاعت الحياة اليومية. أنا عايز نطلق. هيندم وهيرجع وهتشوفي، اصل هيلاقي زي فين؟ في كل حته يا هبله، دول مرطرطين على الرصيفه. موف اون يا ماما، موف اون. سهله هي اصلها. طلاق هنا بالنسبه للرجاله افراج، بالنسبه للستات حبس انفرادي. خير؟ في حاجه؟ محتاجه خطه. مين اللي هيصرف علينا؟ علينا؟ اه هشتغل. انت بتهزري؟ الله، more Instagram material for me. أنا قررت أبيع الكريمات اللي بعملها في البيت. كل علبة من دول فيها حب الأم، فيها حنية البنت. أنت عندك معادلة شبه مستحيلة. امشي ورا إحساسي. You got feeling. ودلوقتي آن الأوان إنك تستمتعي بكل لحظة في حياتك. عارفة أنا سمعت إن هما بيتكلموا في سن 40. غير كل حاجة، كل حاجة. البنت ده كان ناقص ضحك وفرفشة والله. البنت ده محتاج راجل يلمه. أنا